السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء الحي العاشر لمقرر مبادئ الإدارة المستوى الثاني العام الجاري 1437-1438. اليوم هو لقاء الحي العاشر، وسوف نتحدث فيه بإذن الله قبل كل شيء حول ركائز عملية السعودة، أو ما يسمى أيضا بعلاج مشكلة عجز القوى البشرية في المملكة العربية السعودية، وأيضا سوف نأخذ بعض الأفكار الخاصة بتأثير بيئة الأعمال السعودية على سلوك الموظف في المنشآت السعودية. في انتظار أنني التحق بين أيضا المزيد من الأخوة والأخوات. كما وعدتكم الأسبوع الماضي، إن شاء الله غدا سوف أقوم بوضع التكليف الذاتي الثاني، وحسب ما لاحظت في المنتدى أنه يظهر أن العديد من الأخوة والأخوات لم يستطيعوا أنهم في البعض لم يستطيع أن يقوم بالتكليف، وفي البعض الذي لم يستطع أن يتحصل على التصحيح أو لم يستطع أن يتحصل على الدرجات. بطبيعة الحال النظام هو الذي يقوم بالتصحيح يعني، وليس الدكتور. أنا بس يعني أضغط على زر لي حتى يقوم النظام بعملية التصحيح، وأنا قمت بهذا يعني منذ يومين أو 3 أيام، وحاولت أن أراجع اليوم كذلك نفس الشيء. بس يبدو انه ممكن بعض الاحيان تصير في اخلالات في النظام. فيما يخص الدرجات، بعض الاخوه والاخوات يعني قلقون انه الدرجات تطلع صفر او ما بعرف كيف. انا اعتقد انه التكليف هو اساسا للمراجعه، وهنا ينبغي انه تتاكدون مع العماده هل يتم اخذ بعين الاعتبار الدرجات التكليف في الدرجه النهائيه. اعتقد لا، أنا أعتقد لا، بس الإجابة الشافية نجدها عند العمادة. بالنسبة لي أنه ما تطلعش الدرجات، إذا كان هناك أي إشكال فقري، بطبيعة الحال هنا وجب التواصل مع الدعم الفني لأنه هو المخول لحل هذه الإشكاليات. وأنا من جهتي سوف أحاول التواصل مع العمادة وطرح هذه الإشكالية التقنية، ونشوف إذا كان هنالك فعلا خلل في النظام. إذا قلنا اليوم راح نبدأ الحديث عن ركائز السعودة، أو ما يسمى بركائز عملية علاج مشكلة عجز القوى في المملكة العربية السعودية. وفي الواقع علاج هذا المشكلة يتم عبر ركيزتين أساسيتين. ركيزتين أساسيتين، أول شيء التوظيف، توظيف اليد العاملة السعودية، وثاني شيء التدريب. إذا علاج مشكلة عجز القوى البشرية السعودية يتم من خلال ركيزتين، من خلال عنصرين أو عمليتين، أول شيء التوظيف، ثاني شيء التدريب. راح ناخذ بعض الأفكار حول هاتين النقطتين. النقطة الأولى قلنا التوظيف. ما معنى التوظيف؟ يعني توفير احتياجات الحاضر والمستقبل، احتياجات المنشآت بطبيعة الحال، احتياجاتها من اليد العاملة السعودية وإحلالها مكان اليد العاملة الأجنبية. بطبيعة الحال التوظيف هذا إخواني أخواتي قد يكون توظيف داخلي أو توظيف خارجي، وهذا نتبه لأنه بعض الإخوة والأخوات ممكن يكون عندهم خلط. لما يكون توظيف داخلي يعني إيش؟ يعني من داخل المنشأة. التوظيف الداخلي يعني التوظيف من داخل المنشأة، التوظيف الخارجي يعني التوظيف من خارج المنشأة. التوظيف الداخلي أو من داخل المنشأة يعني إيش؟ يعني
احلال، عمليه الاحلال من داخل المنظمه عن طريق النقل وعن طريق الترقيه، وبالتالي تسليم المناصب للموظفين في المملكه العربيه السعوديه. هذا يعني يرفع نسبه السعوديين داخل الهرم الاداري داخل المنشات، وبالتالي يساهم في حل مشكل عجز القوى البشريه في المملكه. بالنسبه للتوظيف الخارجي اخواني اخواتي، وهو الاهم من جانب، هو توفير فرص عمل جديده لاشخاص لا يشتغلون داخل المنشاه. يعني اما انه اشخاص يكونوا عاطلين عن العمل، او مثال خريجين، او شخص يحتمل انه لم تكن لديه فرصه عمل في السابق، يعني هم اشخاص من خارج المنشاه. اذا التوظيف الخارجي هو احلال يد عامله سعوديه من خارج المنشاه. وفي الواقع هنالك العديد من المصادر التوظيف الخارجي، هنالك العديد من مصادر التوظيف الخارجي، تقريبا 6 مصادر اساسا. عندنا اول شيء الجامعات، وهو المصدر الاساسي. المصدر الاساسي للموظفين من خارج المنشاه هو الجامعات. المصدر الاول لانتاج الكوادر البشريه، وفي الواقع ما شاء الله احنا في المنشاه عندنا العديد من الجامعات، وبالتالي عندنا العديد من الخريجين. اوكي؟ لدينا عدد كبير جدا من الخريجين، الخريجين هذا يمكن توظيفهم داخل المنشآت، وبالتالي نقوم بحل مشكلة عجز القوى البشرية. إذا المصدر الأول للتوظيف الخارجي هم الجامعات، المصدر الثاني للتوظيف الخارجي هم مكاتب التوظيف الحكومية، وأنا أتحدث على وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، التي يعني توفر قاعدة بيانات مسجل فيها جميع الباحثين تقريبا عن وظائف، فهنا المنشأة تستطيع البحث في قواعد البيانات هذه، ويعني تبحث عن كوادر بشرية قادرة أنها تشتغل داخل هذه المنشأة. إذا المصدر الثاني للتوظيف الخارجي هم مكاتب التوظيف الحكومية، المصدر الثالث هم مكاتب التوظيف الخاصة. مكاتب التوظيف الخاصة اخواني اخواتي يقومون تقريبا بنفس عمل مكاتب التوظيف الحكومية، ولكن ايش؟ يقومون بعملهم لقاء رسومات، يعني بفلوس وليس يعني بدون مقابل. هذا ايضا مصدر توظيف اخر خارجي. ايوه نحفظ التعداد، ولكن يجب ان نكون فاهمين ما وش هذا التعداد. اوكي؟ يعني لما نقول توظيف خارجي نعرف ما معنى توظيف خارجي، لما نقول الجامعه نعرف كيف ان الجامعه هي مصدر توظيف خارجي، لما نقول مكاتب توظيف خاصه نعرف كيف ان مكاتب التوظيف الخاصه هي مصدر. اوكي؟ ايوه طيب هذا هو يعني بس انه عمليه الفهم ضروريه. المصدر الرابع اخواني اخواتي هو وسائل الاعلام. يعني احنا لما ناخذ الحين جرائد او مجلات، ما شاء الله الجرائد لا تخلو من اعلانات حول وظائف جديده، وبالتالي فوسائل الاعلام تعتبر ايضا من وسائل التوظيف الخارجي. عندنا كذلك اخواني اخواتي الاتصال المباشر بين المنظمه والعمال الذين يبحثون عن وظائف. يعني هنا اتصال مباشر عن طريق الايميل او بالبريد او بالهاتف او مباشره بالزيارات المباشره. يعني مثال لما يكون شخص او خريج عاوز يتوظف، من الطرق انه يطبع سيره ذاتيه سي في، ويقوم بالتواصل المباشر مع المنشآت، ويحاول انه يضع ملفه او يضع السيره الذاتيه حقه حتى يحاول انه يتحصل على وظيفه. اذا الاتصال المباشر هو ايضا مصدر خامس للتوظيف الخارجي. اخيرا المصدر السادس هو توصيات العاملين. بعض الموظفين اخواني اخواتي بالشركات يقومون بتزكيه من يعرفون واستقطابهم لشغل الوظائف المتاحه داخل المنشاه. يعني يجي موظف يشتغل داخل المنشاه، يعرف انه في المنشاه هذه هنالك مثال مجموعه من الوظائف الشاغره، فيقوم بتزكيه بعض من معارفه من اصدقائه الذين يرى فيهم انهم ايش عندهم امكانيات للعمل في هذه المنشاه و
وست الشهور المحيط فيها في المنشأ. إذا التوصية العميري كذلك هو مصدر سادس للتوظيف الخارجي. هذا بالنسبة للتوظيف كحل أساسي أو كركيزة أساسية للثورة. الركيزة الثانية للثورة إخواني أخواتي هو التدريب. التدريب يعني ماذا التدريب؟ التدريب هو عملية تنمية وتحسين كفاءة وإنتاجية اليد العاملة السعودية. ف بتحسين كفاءة اليد العاملة بتنمية عفوا كفاءة اليد العاملة السعودية تصبح المنشآت يعني تصبح المنشآت ترغب في توظيف هذه اليد العاملة، اعتبارا أن أي منشأة أي رجل أعمال هو يبحث عنده هدف ربحي أساسا، فلما يجي يوظف طبيعي أنه يريد أن يوظف الأشخاص اللي عندهم كفاءات وعندهم إنتاجية مهمة. بالتدريب نستطيع أن نرفع الكفاءات ونرفع الإنتاجية، وبالتالي نرفع عملية أو نحسن من عملية الثورة. هنا وجب أن يعني نتحدث عن بعض التفاصيل فيما يخص التدريب. احنا لما نقول تدريب موظفين اخواني اخواتي، فيجب ان نعرف انه داخل كل منشأة هنالك خلينا نقول اساسا ثلاث مجموعات من الموظفين. ثلاث مجموعات اللي هي ايش؟ ثلاث مستويات ادارية. الثلاث المستويات الادارية، فنجد الادارة الدنيا اللي فيها العمال التنفيذيون، يعني ايش؟ الموظفون الذين ينفذون الاوامر ويقومون بعملهم بناء على التوجيهات. في عندنا المستوى الثاني هي الإدارة الوسطى اللي فيها مدراء الأقسام، مدير إنتاج، مدير تسويق، مدير موارد بشرية. وعندنا المستوى الثالث داخل المنشآت هو الإدارة العليا اللي فيها مجلس الإدارة أو المدير العام حق منشأة معينة. إذا هنا عندنا ثلاث مستويات داخل المنشأة، إذا ثلاث أنواع من الموظفين. وكل فئة من هؤلاء الموظفين سوف يتم تدريبهم بطرق معينة من أجل أهداف معينة. فأهداف تدريب عامل تنفيذي تختلف عن أهداف تدريب موظف في الإدارة العليا، تختلف لأن العمل طبيعة العمل تختلف. فمثال العمال التنفيذيون الموجودون في الإدارة الدولية، لماذا أقوم بتدريبهم؟ لماذا أسعى إلى تدريبهم؟ أول شيء هي زيادة الإنتاجية. احنا قلنا الموظف في الإدارة الدنيا يقوم بالعمل العمل اليومي بناء على التوجيهات، إذا مهم جدا أن تكون إنتاجيته مرتفعة، وبالتالي مهم جدا أن نقوم بتدريبه حتى نزيد ونرفع من الإنتاجية. أيضا من أهداف تدريب العمال التنفيذيون هو رفع المعنويات. العامل في الإدارة الدنيا أخواني أخواتي لما يشعر أن المنشأة تهتم به هذا يرفع من معنوياته، وبالتالي يصبح الولاء للمنشأة ويحسن ذلك حتى من إنتاجيته داخل المنشأة. أوكي؟ إذا هل الصوت واضح أخواني أخواتي؟ هل الصوت واضح رجال؟ طيب إذا أحاول أني أرفع الصوت بس يعني هذا هو يعني أحاول أني أعتمد نفس الطريقة التي أعتمدها العادة في 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 عملية التدريس، وبالتالي المفروض أن الصوت يكون زي العادة، ما فيش إشكاليات بإذن الله. إذا قلنا نرجع العمال التنفيذيون لماذا أدربهم؟ قلنا أول شيء لزيادة الإنتاجية، ثاني شيء لرفع المعنويات، ثالث شيء
لماذا أدربهم؟ لتقليل الرقابة أو لتخفيف العبء الرقابي عليهم. إحنا لما نجي موظف متدرب بشكل كبير، يعني إيش؟ أصبح شخص أو موظف أو عامل عنده خبرة في عمله، وبالتالي لا يحتاج أن نقوم بمراقبته. واضح؟ إذا لما نقوم بتدريب العمال التنفيذيين، هذا من شأنه أن يخفف من العبء الرقابي على الموظف، وبالتالي يصبح لا يحتاج أن شخص يراقبه، وبالتالي حتى من عملية الرقابة اللي هي ممكن تكون مكلفة نوعا ما، تنخفض تكاليف الرقابة، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للمنشأة. أيضا نقطة رابعة، لماذا أدرب العمال التنفيذيين؟ لزيادة قدرة المنظمة على المرونة، وكذلك على عملية الإحلال. احنا دائما نرجع الهدف الأساسي من التدريب والتوظيف، هو ايش؟ هو الإحلال، هو إحلال اليد العاملة السعودية مكان اليد العاملة الأجنبية. هنا من خلال التدريب اخواني اخواتي، تصبح هنالك مرونة داخل المنشأة. يعني ايش؟ استطيع بسهولة اني انقل موظف من إدارة الى إدارة اخرى. يعني على سبيل المثال، اذا كان عندي انا موظف او موظفين في قسم المشتريات، ضروري اني ادربهم على اشياء تخص التسويق والمبيعات، بحيث اذا احتجتم في اوقات ذروة في شهر رمضان او غيره مثال في قسم التسويق، استطيع اني انقلهم ولو وقتيا الى قسم التسويق، ويستطيعون القيام بعملهم في قسم التسويق باعتبار انهم تلقوا تدريبا في ذلك. اوكي؟ اذا التدريب يزيد من قدرة المنظمة على المرونة وعلى الاحلال. هنا رسالة أن يسأل: كيف أقوم بتدريب هؤلاء العمال؟ أخت شيخة تقول: ما معنى الإحلال؟ الإحلال يعني أني أجعل موظف يحل محل موظف آخر. أوكي؟ وما نقصده أساسا نحن في هذا المقرر، نقصد إحلال اليد العاملة السعودية مكان اليد العاملة الأجنبية. يعني كيف أستطيع أن أجد يد عاملة سعودية تستطيع أن تحل محل يد العاملة الأجنبية السعودة اللي هي السعودة. أوكي؟ طيب، قلنا لسان أن يسأل: كيف وأين أستطيع تدريب هؤلاء الموظفين؟ في الواقع إخواني أخواتي، عملية التدريب يمكن أن تكون داخل المنظمة أو خارج المنظمة. داخل المنظمة يعني إيش؟ يعني سوف نقوم بإنشاء دورة تدريبية وقتية داخل المنظمة، أو نقوم بإنشاء مركز تدريب داخل المنظمة. أما التدريب خارج المنظمة يعني إيش؟ لما نقوم بإرسال الموظفين إلى مراكز تدريب متخصصة. أوكي؟ بطبيعة الحال التدريب خارج المنظمة وداخل المنظمة كلاهما عنده نقاط إيجابية ونقاط سلبية. عفوا، بالنسبة للتدريب خارج المنظمة عنده العديد من النقاط الإيجابية إخواني أخواتي، من بينها رفع الروح المعنوية للموظف. يعني لما أرسل الموظف أنه يأخذ دورة تدريبية خارج المنظمة، فهنا يغير شوية جو، وهنا يرفع من روحه المعنوية. كذلك التدريب خارج المنظمة يمكن الموظفين من الاحتكاك بالآخرين، وهذا الاحتكاك مهم جدا لتنمية العلاقات الإنسانية. أيضا التدريب خارج المنظمة إخواني أخواتي وداخل مراكز التدريب مهم جدا، من حيث أنه إيش؟ أنه داخل مراكز التدريب هذه الموجودة خارج المنظمة، عادة هنالك وسائل تعليمية متطورة يصعب توفيرها داخل المنظمة. هنالك وسائل تعليمية متطورة في مراكز التدريب هذه المتخصصة التي يصعب توفيرها داخل المنظمة، إذا هنا مهم جدا أن يرسل الموظف إلى دورة تدريبية خارج المنظمة. كذلك البرامج التي تقام في هذه المراكز التدريبية عادة ما تكون شاملة، وبطبيعة الحال بتكون أكثر إفادة للمنشأة. أخت ريم، تريدين أن أعيد النقطة الثالثة، النقطة الإيجابية الثالثة؟ أوكي.
قال له في المراكز التدريبية الموجودة خارج المنظمة اللي هي مراكز تدريبية متخصصة، عادة ما يوجد وسائل تعليمية متطورة يصعب توفيرها في المراكز داخل المنظمة. يصعب عليه توفيرها داخل المنظمة. يعني مثال تجد قاعات فيها مثال تقنيات عرض متطورة، قاعات فيها تقنيات صوتية ومرئية إلى آخره متطورة، الأشياء التي يصعب توفيرها نوعا ما داخل المنشآت. ولكن التدريب خارج المنظمة عنده نقطة سلبية أساسية، اللي هي ماذا؟ اللي هي أنه لما أرسل أنا الموظف أنه يتدرب خارج المنظمة، يعني إيش؟ يعني الموظف أصبح لا يداوم، ما يداوم الموظف لا يداوم، يعني يروح إلى المركز التدريبي وبالتالي لا يقوم بعمله داخل المنشأة. وبين قوسين، احنا لما نقول موظف نرسله الى دوره تدريبيه، يعني حتى الايام اللي بيكون فيها في الدوره التدريبيه هو بياخذ راتبه عنه، لا يعني بياخذ راتبه رغم انه موجود خارج المنشأة يتدرب في مراكز خارج المنشأة. وهذه من النقاط السلبيه الخاصه بالتدريب خارج المنظمه. بالنسبه للتدريب داخل المنظمه عنده نقاط ايجابيه، من حيث أنه نستطيع أن نفصل البرامج التدريبية حسب الاحتياجات بالضبط. في المراكز خارج المنظمة إخواني أخواتي، البرامج التدريبية شاملة، يعني مثال تجد أنت نفسك تتدرب مع موظفين من منشآت أخرى وباحتياجات أخرى، فلا يوجد برنامج تدريبي مفصل حسب احتياجات كل منظمة، إذ أنه برنامج شامل نوعا ما. بينما داخل المنظمة نستطيع أن نفصل برامج التدريب حسب الاحتياجات بالضبط. كذلك التدريب خارج عفوا داخل المنظمة لا يكون فيه هدر للقوى البشرية، بمعنى أن الموظف يداوم وفي نفس الوقت يتدرب موجود داخل المنظمة. إذن أيوة تخص العمل فقط أخت سرية، كلامك صحيح. إذا هذا فيما يخص تفصيل البرامج التدريب داخل المنظمة. كذلك قلنا لا يكون في هدر للقوى البشرية، بمعنى أنه لما يكون التدريب داخل المنظمة الموظف يداوم ويتدرب في نفس الوقت. في طريقة أخرى للتدريب وهي التدريب خارج المنظمة ولكنه تدريب خاص نوعا ما، يسمى إعادة التأهيل. إعادة التأهيل هو إيش؟ هو أنك ترسل الموظف إلى دورة طويلة، لا أقول دورة تدريبية لبضع أيام أو لبضع أسابيع، لا، دورة طويلة للحصول على دبلوم عالي أو حصول مثال على ماجستير، يعني بتكون دورة تأخذ أشهر في بعض الأحيان سنوات. هذا إذا يسمى إعادة التأهيل، يعني أنك ترسل إلى دورة طويلة للحصول على دبلوم وعلى مؤهل يختلف عن المؤهل السابق. هذا بالنسبة للعمال التنفيذيين. بالنسبة للموظفين في الإدارة الوسطى اللي هم رؤساء الأقسام اللي عندهم فريق عمل يديرونه، أهداف التدريب الخاصة بهم تتعلق أساسا بتنمية العلاقات الإنسانية وأيضا بعض الجوانب الفنية في الإدارة. فهؤلاء المدراء إن شئنا نحاول دائما أن نعلمهم كيف ينمون العلاقات الإنسانية، كيف يستطيعون قيادة فريق عمل، إذا كيف يؤثرون في الأشخاص. إذا نحاول أن ندربهم من أجل أن ننمي العلاقات الإنسانية أكثر من أنه نركز على أمور خاصة بالإنتاجية وما بعرف إيش. الإنتاجية خاصة بالإدارة الدنيا، خاصة بالعمال بالموظفين في الإدارة الدنيا. أيضا أنا أدرب الإدارة موظفي الإدارة الوسطى حتى أرفع من قدرتهم على التخطيط وعلى التنظيم وعلى صناعة القرار. فلابد أن ندرب الموظف في الإدارة الوسطى على عملية صناعة القرار وأعلمه كيف يستطيع أن يتخذ قرار بشكل علمي وبشكل يعني فيه من الكفاءة الشيء الكبير. بالنسبة لوسائل التدريب تقريبا هي نفسها، ولكن يمكن أن نضيف إليها بعض الوسائل الأخرى الخاصة مثلا بحضور المؤتمرات والندوات والمعارف التي من شأنها أن تسمح له أن يتعرف على أشياء أخرى، على معلومات أخرى تفيده في إدارة
القسم او اداره الفريق اللي هو بيشرف عليه. بالنسبه للاداره العليا اخواني اخواتي، يعني ايش الاداره العليا؟ هو راس الهرم الاداري في المنشاه. ايوه اخ تركي، اللي ساق للتجارب بطبيعه الحال، هذا مهم جدا يعني بالنسبه لهؤلاء المدراء. اذا ارجع في الاداره العليا، قلنا في عندنا هذا راس الهرم الاداري، في عندنا زي ما يقولوا احنا المدير العام او مجلس الاداره، مهم جدا ان ادرب هؤلاء الاشخاص. لماذا؟ اول شيء لتمكينهم من حسن تقدير احتياجات المنظمه من كوادر بشريه مستقبليه وحاليه الى اخره، اذ انه في بعض الاحيان مدير المنشاه او مجلس الاداره يجد صعوبه في تقدير احتياجات المنظمه تقديرا صحيحا ودقيقا. ليش؟ لانه تنقصه بعض الكفاءات، فنسعى الى تدريبه في هذا السياق. كذلك من اهداف تدريب هؤلاء المدراء هو مساعدتهم على حسن رسم السياسات والخطط الاستراتيجيه اللازمه لتطوير المنظمه. يعني احنا لما نقول الخطط الاستراتيجيه، هذا في عمليه تخطيط وتفكير على المدى البعيد، وهي عمليه تخطيط صعبه ودقيقه للغايه، وتحتاج الى كفاءات عاليه. اذا مهم جدا ان ادرب هؤلاء الاشخاص اللي موجودين في راس الهرم على عمليه التخطيط الاستراتيجي، كيف نستطيع ان نخطط ان نفكر بطريقه استراتيجيه. بطبيعه الحال هنا الاشخاص هذا طرق تدريبهم تختلف نوعا ما عن باقي الموظفين، اذ ان عمليه التدريب تتم اساسا عن طريق حضور المؤتمرات والزيارات الرسميه الى بلدان اخرى، وتبادل المعلومات مع مدراء في شركات عالميه في شركات اخرى. وهذا يعني خلينا نقول عباره عن دوره تدريبيه غير مباشره. اذا الاحتكاك برجال اعمال وبصناع قرار من دول ومن شركات اخرى، هذا اللي يساهم في رفع كفاءتهم ورفع قدرتهم على عمليه التخطيط الاستراتيجي. اذا بتشوفوا مهم جدا انه يعني نهتم بعمليه التدريب داخل المنشات، ولكن للاسف اخواني اخواتي ليس كل المنشات تستطيع ان او تسعى لهذا، لان هنالك معوقات او عوائق تقف امام التدريب، امام الحرص على التدريب داخل العديد من المنشات في المملكه وفي البلدان العربيه بصفه عامه. اول شيء انه في كثير من المنظمات العربيه والسعوديه هنالك عدم قناعه بجدوى التدريب. بعض المدراء يرون ان التدريب سوف لن يعطي اضافه حقيقيه. كذلك عدم القناعه بعوائد الانفاق على التدريب. اوكي اخت هدى، الاداره العليا والمستكلاهم يعني يحضر المؤتمرات، ولكن الاداره العليا الحضور المؤتمرات يكون يعني اكثر، يكون هو الاساس اكثر من الاداره الوسطى. اذا قلنا من العوائق هو عدم القناعه في العديد من الشركات بعوائد الانفاق على التدريب. يعني العديد يرى انه التدريب خاصه خارج المنظمه هو مجرد تبذير للاموال، هو نفقات لن نجني منها ارباح اضافيه. خاصة أن بعض الأشخاص يرون أن الدورات التدريبية الخارجية عادة ما تتحول إلى رحلات ترفيهية. يعني إيش؟ إذا ترسل موظف تعتقد أنه يتدرب، ولكن في الواقع هو يعني يحاول أن يرفع على نفسه أكثر من أنه يسعى أنه يتدرب، وبالتالي يصبح فيه نوع من النفقات التي قد لا تعطي يعني أكلها. كذلك من العوائق والمعوقات اخواني اخواتي هو خوف العديد من المنظمات من تدريب الموظفين وتنميه قدراتهم، وبعدين ايش؟ يجوز الموظفين هذا ينتقلون الى شركات اخرى. يعني بعض المدراء يقول لك انا بعد ما ادرب الموظف يروح ينتقل الى شركه اخرى، وبالتالي بعد ما صرفت عليه يعني لا اجني منه شيء. وهذا الفكر هذا يخلي البعض انه لا يعطي اهميه للتدريب. كذلك صغر حجم العديد من المنظمات، يعني قلت الموظفين عدد الموظفين في العديد من المنظمات تجعل انه من الصعب الاستغناء عن
البعض من الموظفين أثناء فترات التدريب. يعني لما بيكون عندك منشأة صغيرة فيها بعض الموظفين، أي موظف لما يغيب عشان يحضر دورة تدريبية، الغياب هذا بيأثر على حسن سير العمل، وهنا يخير يصبح للمدير يخير أنه لا يدرب موظفين. كذلك بعض المنشآت لا تطبق أو لا تسعى إلى تطبيق بعض يعني القوانين الخاصة بنظام العمل، اللي هي أنه إيش؟ أنه كل موظف غير سعودي عليه أن يدرب موظف سعودي بهدف نقل الخبرة والتجربة. ممكن بعض المنشآت لا تسعى إلى تطبيق هذا الأمر بالكيفية اللازمة، وهذا أيضا بشأن أن يعيق عملية التدريب. إذا بنشوف أخواني أخواتي أنه يعني التوظيف والتدريب هي نقاط مهمة جدا للسعودة لعلاج مشكل عزل القوى البشرية في المنشآت السعودية وفي بيئة الأعمال السعودية. وهذا التوظيف وهذا التدريب من شأنه أن يؤثر على سلوك الموظف من خلال رفع الإنتاجية، من خلال يعني العديد من النقاط الأخرى التي تؤثر على سلوكه إيجابيا وتجعله قادرا على القيام بعمله على أحسن وجه، وتجعله قادرا على يعني تجعله قادرا على أنه يحل محل اليد العاملة الأجنبية التي يعني لا تفوقه في شيء في الواقع. إضافة إلى التدريب والتوظيف، فهنالك أشياء أخرى خلينا نشوف إخواني أخواتي تؤثر على سلوك هذا الموظف، وخاصة البيئة. البيئة في المملكة العربية السعودية وفي البلدان العربية بصفة عامة عندها تأثير على سلوك الموظف وعلى قدرات الموظف. وهنا بنحاول نشوف في الجزء الأخير من هذا اللقاء الحي كيف البيئة في المملكة العربية السعودية وفي البلدان العربية بصفة عامة تؤثر على سلوك الموظف وعلى حاجات الموظف. احنا عندنا البيئة في المملكة تعتبر من البيئات القوية جدا، يعني تسمى بيئة قوة التأثير. لأن يعني البيئة في المملكة العربية السعودية عندها سمات خاصة، سمات ثقافية خاصة تؤثر بشكل كبير على سلوك الموظف وعلى حاجات الموظف. وهنا اخواني اخوات اخت بوفينا، ما عنديش لا ملخص عبد الاله ولا اي ملخص اخر، وبالتالي لا استطيع ان اقول لك ايش الصفحه التي يجب عليك انك يعني تركزين عليها. اوكي، انا باخذ نقاط من المحاضرات المسجله. اذا قلنا لما نتحدث على حاجات الموظفين اخواني اخواتي مهم جدا ان نرجع الى اصل هذه الكلمه حاجات الموظفين، وإيش هي أهم حاجات الموظفين. هنا نرجع إلى عالم اشتغل على هذا الأمر بشكل كبير، اللي هو أبراهام ماسلو. ماسلو ونظرية ماسلو للحاجات. ماسلو هذا إخواني أخواتي يشوف أن الإنسان يعمل ويعيش من أجل إشباع مجموعة من الحاجات. وأيضا ماسلو يقول أن الحاجات هذه ماسلو يقول أن الحاجات هذه ليس لها نفس درجة الأهمية، وبالتالي فهو يقسم حاجات الإنسان حاجات الموظف إلى 5 مستويات. ننتبه إخواني أخواتي، سلم ماسلو للحاجات في كم مستوى؟ في 5 مستويات مرتبة، في 5 حاجات مرتبة ترتيبا تفاضليا. المستوى الأول، أوكي، هنالك من الأخوة من يقترح عليكم تفريغ إيش؟ تفريغ مشاري. التفريغات إخواني أخواتي أو الملخصات قد تكون مفيدة، ولكن ننتبه يجب أن نقارن المحتوى مع الحلقات المصورة والمرئية لنقارن ونتفادى أي نقص إن حصل هذا النقص. بالنسبة أيوه أخت خلود، مهم جدا الترتيب، لأنه هنا يتحدث على مستويات وترتيب للحاجات ترتيبا تفاضليا.
المستوى الاول اللي هو اسفل السلم يسمى الحاجات الاساسيه، اللي هي الاكل والشرب السكن، الحاجات الاساسيه لكل انسان. المستوى الثاني هو الحاجات الى الامان. يعني ايش؟ الانسان يريد ان يحس بالامان الوظيفي. المستوى الثالث هو الحاجه الى الانتماء. الموظف الانسان يحتاج انه يشعر بالانتماء الى مجموعه. الحاجه الرابعه هي الحاجه الى التقدير. الموظف يسعى دائما انه ايش؟ يحس انه الاخر يقدر عمله. الحاجه الاخيره هي الحاجه الى تحقيق الذات. يعني لما الشخص يوصل الى اخر مرحله من اشباع حاجاته، خلاص كل الناس تقدر عمله، لكن يحتاج الى انه ايش؟ يشعر انه هو فعلا فخور بعمله، ويشعر انه يعني يحقق طموحاته، فهذا يسمى ايش؟ شخص وصل الى مرحله تقدير الذات. اذا عندنا الحاجه الاولى الحاجات الاساسيه، الحاجات الثانيه هي الحاجه الى الامان، الحاجه الثالثه هي الحاجه الى الانتماء، الحاجه الرابعه هي الحاجه الى التقدير، والحاجه الخامسه هي الحاجه الى تحقيق الذات. وكل انسان، كل موظف لا يسعى الى اشباع حاجه الا لما يكون خلاص اشبع الحاجه اللي قبلها. يعني على سبيل المثال، هل من المعقول ان نجد شخص يسعى الى الحصول على الامان الوظيفي اذا هو لم يجد الوظيفه التي توفر له الاكل والشرب؟ يعني غير معقول. يعني في البيت يقول لك انا خليني اشبع الحاجات الاساسيه الاولى، الاكل والشرب، وبعدين ابحث عن الامان الوظيفي. اوكي يا اخواني اخواتي، اذا الحاجات هذه بحسب الاصل. احنا قلنا البيئه في المملكه وفي البلدان العربيه تؤثر على سلوك الفرد وعلى حاجاته. وفعلا هنالك دراسات اثبتت انه في المملكه الحاجات هذه يمكن ان نرتبها او نعدل ترتيبها بشكل معين، لان البيئه في المملكه تؤثر على الحاجات وعلى شعور الانسان تجاه هذه الحاجات. فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف انه في المملكه الحاجه الى الانتماء مقدمه على الحاجه الى الامان الوظيفي. يعني ايش؟ يعني عاده في المملكه الموظف يسعى الى الانتماء، يبحث عن الانتماء قبل ما يبحث عن الامان الوظيفي. هذه نقطه. في نقطه اخرى هو انه الدراسات في البيئه السعوديه اثبتت أن الحاجة إلى التقدير هي الحاجة الرابعة، ليست مشبعة بشكل كبير في بيئة الأعمال السعودية، على عكس الحاجة الأخيرة اللي هي الحاجة إلى تحقيق الذات، تم إيجاد أو اكتشاف أنها متوفرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يشتغلون في شركات يعني تابعة لأسرهم وعائلاتهم. طيب هنا لماذا هذا الاختلاف بين الحاجات التي وضعها ماسلو والحاجات او عمليه اشباع الحاجات الموجوده في بيئه الاعمال المملكه العربيه السعوديه؟ قلنا انه بيئه الاعمال السعوديه والعربيه بصفه عامه فيها عندها نقاط تاثير قويه. النقاط هذه نابعه من اللغه، نابعه ثاني شيء من التقاليد، ونابعه كذلك من المعتقدات والقيم. بالنسبه للغه، اللغه هي وسيله الاتصال الاساسيه بين افراد المجتمع. ومحاولة تعلم اللغة هذا مهم جدا حتى يستطيع رجل الأعمال خاصة الأجنبي أنه يتعامل مع الموظفين المحليين، وأنه يكون هنالك احترام يعني متبادل. فرجل الأعمال يجب عليه أن يتعلم اللغة. إذا اللغة هي جانب أساسي في بيئة الأعمال السعودية. أوكي؟ واللغه او تعلم الحرص على على تعلم اللغه يمكننا من تجنب كل ما هو سوء فهم الذي قد يؤدي الى اشكاليات. اذا اول شيء عن الجوانب البيئيه التي تؤثر على سلوك الفرد في بيئه العمل السعوديه، عندنا اول شيء اللغه. عندنا كذلك عامل اخر اللي هو التقاليد. التقاليد اخواني اخواتي هي العادات الطبيعية المكتسبة التي تعودنا عليها، والتي يمارسها أفراد المجتمع
تقريبا بنفس الطريقة، مثل طريقة اللبس، نوعية الطعام، طريقة الحديث. هنالك هنا عفوا هنالك التركيز على أنه فيما يخص التقاليد، هنالك اختلاف بين بيئة الأعمال في المملكة وفي الوطن العربي بصفة عامة وبيئة الأعمال في الغرب. من حيث أول شيء نتحدث على التقاليد، أول شيء تعريف بالاسم. في البلدان العربية نعرف بالاسم الأول، في البلدان الغربية يبدأون باسم العائلة. عمل ثاني شيء طريقة السلام، نحن نسعى إلى المسلم بحميمية. في البلدان الغربية لا، يفضلون السلام بالمصافحة فقط. عمل نقطة أخرى في التقاليد هي الأسئلة الشخصية، نحن عادة ما نبادر بالأسئلة الشخصية. غيرنا لا، يفضل الالتزام بالأسئلة التي تخص العمل ولا يتحدث معك في مواضيع شخصية. كذلك المسافة بين المتحدثين، نحن نفضل أنه لما نتحدث نكون قريبين من بعضنا البعض على عكس البلدان الغربية. وأخيرا في التقاليد عندنا عادات الأكل والشرب. عادات الأكل والشرب في المجتمع السعودي في المجتمعات العربية مختلفة تماما عن المجتمعات الغربية، وهذا كذلك من شأنه أن يؤثر على سلوك الموظف ترى وعلى حاجاته ورغباته. هذا فيما يخص التقاليد. العنصر الأخير إخواني أخواتي قبل ما أعطيكم الكويس هو المعتقدات والقيم. المعتقدات والقيم هي أيضا جوانب بيئية تؤثر على سلوك الموظف. المعتقدات هي الأحاسيس البيئية الناتجة عن كل ما هو اعتقادات وكل ما هو مبادئ التي يولد في ظلها الإنسان. والمعتقدات والقيم تؤثر إخواني شباب إخواني أخواتي على القيم الفردية والاجتماعية الشخص، تؤثر على شعوره تجاه عمله، وكذلك شعوره تجاه عمل الآخرين. يعني على سبيل المثال من حيث القيم الفردية والاجتماعية عندنا عناصر مهمة جدا، أولها شباب إخواني أخواتي ننتبه، هذا عنصر مهم جدا في القيم الفردية والاجتماعية. هنالك عنصر مهم جدا اللي هو المجاملة. في المجتمع العربي والسعودي نسعى إلى أن نجامل، ونحن مجتمع مجامل من الدرجة الأولى. أيضا في القيم الفردية والاجتماعية عندنا قيمة مهمة جدا اللي هي الواسطة، وهي جزء من موروثنا الثقافي وتعتبر قيمة اجتماعية أساسية. الشيء هذه ممكن غير موجودة في المجتمعات الغربية، وبالتالي بيئة الأعمال وسلوك الموظفين في البلدان الغربية يختلف. كذلك عن الطبقية الاجتماعية، لأن المركز الاجتماعي عندنا يؤثر بشكل كبير في سلوك الموظف وفي تعامله الإداري. هذا فيما يخص القيم الفردية والاجتماعية. المعتقدات والقيم قلنا أيضا تؤثر في شعور الفرد تجاه عمله من حيث التجديد والابتكار، إذ أن الموروث الثقافي العربي لا يشجع كثيرا على التجديد. من حيث التحليل العلمي، نحن عادة ما نصنع قراراتنا بطريقة ارتجالية ولا نعتمد على أساليب علمية بشكل كبير. كذلك من حيث الالتزام بالنظام، نحن عادة ما يعني أو تقريبا في بعض الأحيان هنالك نخالف النظام بصفة كبيرة داخل المنشآت، وهذا أيضا نقطة تؤثر على يعني في سلوك مختلف للعامل العربي السعودي مقارنة بالعامل الغربي. كذلك أخيرا تجاه عمل الآخرين، البيئة تؤثر في تعامل الأفراد مع غيرهم من الأفراد، مع زملائهم، من حيث تبادل المعلومات. عندنا في المجتمعات العربية عادة ما نحرص على السرية في أشياء كثيرة. أيضا فيما يخص العمل مع الآخرين، نحن في المجتمعات العربية في المجتمع السعودي نفضل العمل الفردي، بينما في المجتمعات الغربية العمل الإداري تقريبا كله جماعي. كذلك المنافسة، نسعى نحن المنافسة عندنا عادة ما يكون فيها نوع من الجفاء، وهنالك فجوة بين المتنافسين على عكس العمال يعني في البلدان الغربية، اللي المتنافسين يستطيعون أنهم يتعاونون من أجل مصلحة واحدة. إذا هنا بنشوف أنه في خصائص في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. الخصائص هذه تؤثر على سلوك الفرد،
وتؤثر حتى على المنشأة، التأثير على المنشأة راح ناخذه بكرة إن شاء الله في محاضرة الغد. ولكن قبل ما ننهي بعطيكم الكويس، ورغبته في 4 أشهر ولكن بعطيكم دقيقتين، أعتقد أنه كافية بإذن الله. طيب إن شاء الله بيطلع الكويس الحين. إذا ظهر الكويس برجع بعد دقيقتين للتصحيح إن شاء الله. السلام عليكم. إذا انتهى الوقت أخواني أخواتي، نصحح الكويس سريعا. طيب السؤال الأول يقول: يمكن أن تتم عملية السعودة من خلال ازدياد حجم الأسواق، التدريب، الرقابة، التوجيه. بطبيعة الحال ازدياد حجم الأسواق ما عندها أي علاقة بعملية السعودة. تتم عملية السعودة من خلال التدريب. أوكي؟ أو يتم تتم عملية علاج العصف في القوى البشريه السعوديه من خلال التدريب، التدريب او التوظيف. السؤال هذا فيه بس اقتراح اللي هو التدريب. السؤال الثاني: من مصادر التوظيف الخارجي. لما اقول توظيف خارجي يعني من خارج المنشاه وليس من خارج البلد. التوظيف الخارجي يعني من خارج المنشاه. الجامعات بطبيعه الحال هي مصدر توظيف خارجي، مكاتب التوظيف الحكومية نفس الشيء، مكاتب التوظيف الخاصة أيضا. إذا الإجابة الصحيحة هي الأخيرة جميع ما سبق. السؤال الثالث: إرسال موظف إلى دورة طويلة للحصول على المؤهل يختلف عن مؤهلي السابق، يسمى تدريب خارج المنظمة، تدريب داخل المنظمة، إعادة تأهيل أو توظيف. بطبيعة الحال هو ليس تدريب داخل المنظمة، هو خارج المنظمة ولكنه دورة طويلة، إذا يسمى إعادة تأهيل. أوكي، يسمى إعادة تأهيل. الإجابة الثالثة. السؤال الرابع يقول: هناك تباين في العادات والتقاليد بين المجتمع السعودي والغربي فيما يخص المسافة بين المتحدثين. هنالك تباين في العادات والتقاليد بين المجتمع السعودي والغربي فيما يخص المسافة بين المتحدثين، صحيح أو خطأ؟ بطبيعة الحال إجابة صحيحة. نحن قلنا فيما يخص العادات والتقاليد الفوارق موجودة في التعريف بالاسم، طريقة السلام، الأسئلة الشخصية، عادات الأكل والشرب، وكذلك المسافة بين المتحدثين. أوكي؟ إذا بهذا الكويز نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الحي العاشر. نلتقي غدا إن شاء الله على الساعة 8:30 حتى نواصل الحديث عن تأثير بيئة الأعمال السعودية. وهنا راح أركز على المنشآت. اليوم تحدثنا شوية على الموظف، غدا أو سلوك الموظف، غدا نتحدث عن المنشآت. ونحاول ننهي تقريبا المقرر عشان يكون تكون أسبوع محاضرة الأسبوع القادم مخصصة للمراجعة بإذن الله. كما قلت غدا ايضا ان شاء الله سوف اقوم بوضع تكليف ذاتي تقريبا بنفس طريقه التكليف الذاتي الاول. اذا فلت حتى نلتقي غدا ان شاء الله، اتمنى لكم سهره سعيده، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.